بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هرسم مجموعة من الخطوط بطريقة نتعلم منها كام فكرة كده حلوة في الدينامو. بس خليني الأول أرسم النقط اللي هتساعدني في إن أنا أرسم الخطوط ديت. فأقول له بوينت باي كوردينيت اهيت. طيب ممكن أنا هو دلوقتي عايز مني إيه عشان أرسم نقطة؟ عايز الإكس والواي والزد. لو أنا مديتهمش هو بيعتبرهم بصفر، فمعتبر هنا نقطة الإكس والواي والزد بتاعها بصفر، يبقى هي موجودة هنا في نقطة المركز. طيب أنا هستخدم حاجة اسمها رينج، اللي هي دي عبارة عن ايه؟ بديله بقول له انا عندي بدايتي التراكم بتاعي مثلا من صفر والاخري 100، وطلع لي كل مثلا مرة طلع لي درجة او درجتين. تمام. طيب يبقى انا بعد كده هبدأ اديله النمبر. تمام. كل واحدة من دول لها مدخلات معينة انبوت وليها مخرجات معينة، فانا هقول له ده النمبر واحد، واخده كوبي بيست وكوبي بيست. تمام. البداية بتاعتي صفر، النهاية بتاعتي وليكن مثلا 10، والنهاية بتاعتي والستيب بتاعتي درجتين. تمام. تعال نشوفها. ده الستارت بتاعي بصفر، الاند بتاعتي ب10، الستيب بتاعتي ب2. طيب تعال نشوف الليستة هتطلع كام. صفر، 2 4 6 8 10. جميل جدا كده، يبقى انا اقدر ارسم البوينت ديت او مجموعة البوينت دي لسه هيت اهي، 0 2 4 6 8 10. تمام. طيب كده انا رسمت البوينت بتاعتي. طيب لو ممكن اخد طريقة تانية ارسم بيها بطريقة اسهل. في كود بلوك ده لذيذ قوي. هقول له ايه؟ هقول له صفر وبعد كده نقطتين، 10 نقطتين 2. لا شفر ولا بتاع، نفس الكلام اللي مكتوب فوق، وادي له العلامة ديت واقول له ايه؟ ابدأ اشتغل. تمام. هقول له خد البوينت اهيت، ارسم لي البوينت دي. فرسم لي النقط دي، بس هما الاتنين فوق بعض. طيب خليني بدل ما اقول له 10 هقول له 14، او خليها 16. تمام. النقط زادت. طيب انا عايز اخلي النقط تبقى في فرق بينهم بحيث اشوفهم. تمام. فهاجي هنا هقول له انتر واقول له خلي دي 2، الاتنين دي هحطها في الواي، يعني انا اتحركت في الاكس. في علامة حطيتها زيادة. تمام. حطيت دي في الاكس ودي في الواي، فترحلت. تمام. طيب خلينا اجي هنا هقول له انا عايز انيبل باك جراوند عشان اعمل اقرب منها واشوف احنا عملنا ايه. تمام. طيب كده احنا رسمنا مجموعة نقاط اهي ومجموعة نقاط اهيت. تمام. عايز بقى ارسم لاين. هقول له عايز ارسم لاين. الراجل ما هيزاد ده، هيقول لي على عيني وعلى راسي. في كذا نوع من انواع اللاين، انا اخترت باي ستارت بوينت اند اند بوينت. هقول له خد النقطة دي وخد النقطة دي. تمام. تعال نبص عمل ايه. وصل بينهم، مجرد ان هو خد النقط من هنا وخد النقط من هنا ووصل بينهم. في حبة بقى في الاخر ملناش دعوة بيهم. تمام. طيب عايز يبقى ليه دعوة بيهم، فاجي هنا هقول له ليسنج. ده هنا بيقول لي انا شورتست. يعني ايه شورتست؟ يعني لو في رقمين، لو في مجموعه من هنا ومجموعه من هنا بوصلهم ببعض بشوف الاقل واخدهم. يعني لو في هنا خمس ارقام وهنا في 10 ارقام، هاخد الخمسه واوصل الخمسه دول بخمسه دول، والزياده مش عايزه. لا، طب هقول له لونجست. هيعمل ايه؟ اخر رقم هيبدا يوصل بالباقيه. يعني انا كده الخمسه دول توصلوا، الباقي هيوصل باخر رقم موجود. يعني اخر رقم ده هيتعرف على الناس كلها. تمام. يعني فرض مثلا عندنا مجموعة من الطلبة ومجموعة من الدكاترة، قلنا كل دكتور هيقعد مع طالب، آخر دكتور هياخد بقية الطلبة كلهم على سبيل المثال يعني. تمام. طيب هقول له ليسنج. آخر واحدة إيه؟ كروس برودكت. يعني إيه كروس برودكت؟ يعني رقم واحد هياخد هيتعرف على الشلة التانية دي كلها، ورقم اتنين هيتعرف على الشلة دي كلها. تمام. بالشكل الجميل دوت، كل رقم من هنا اتعرف على المجموعة التانية، والرقم ده اتعرف على المجموعة كلها، وهكذا. دي فكرة ان احنا عملنا لاين بالطريقة السهلة ديت.